السلام عليكم، الصوت موجود؟ أخبارنا ايه يا شباب؟ كله تمام؟ يا ريت لو سمحتوا في الأول كده زي كل مرة كل الناس تدخل تغير اسمها، ما في ناس كتير لسه باسم جيست، فمن فضلكم يعني في ظرف 3 دقايق كده كله يكون مغير اسمه من فوق. change display name هتلاقوها بالأصفر فوق هنا. الناس اللي معقول يكون في حد بيحضر لأول مرة؟ في ناس بتحضر لأول مرة؟ هالي صعب يكون في حد بيحضر لأول مرة النهاردة يعني. طيب لسه برضو في شوية ناس مغيرتش اساميها لسه، يعني الناس اللي جست لسه كتير قوي، 15 و18 و26 و32 و33 و36 و40. يا ريت يا جماعة كلنا نغير اسامينا من فضلكم. لما بعمل السكرين شير مفيش حد بيعرف يغير اسمه، فمن فضلكم نغير اسامينا كلنا قبل ما اعمل السكرين شير. طيب اخبار الماتيريال ايه معانا؟ حد كده جرب يحط اي ماتيريال في اي حتة؟ حد جرب كده يحط حاجة؟ النهاردة ان شاء الله المحاضرة رقم 3 في الماتيريال، ويعني اتمنى ان تكونوا بس جربتوا. طبعا احنا لسه يعتبر ما اخدناش حاجة، بس يعني يا ريت نجرب اول باول، لان يعني النهاردة ان شاء الله في معلومات كتير قوي هتتقال ولازم كل حاجة تبدأ تتجرب. يعني سامح عادل، وان دي على انك جربت، يعني جربت تشتغل في بالماتيريال. طب الناس نايمة النهاردة ولا ايه؟ مفيش حد بيتكلم خالص، يعني مفيش حد بيقول اي حاجة. وعليكم السلام يا رضوى. دي رضوى الجديدة مش كده؟ رضوى بتاعت الدعم. لا رضوى الجديدة، تمام جربنا. طيب كويس. محمد دياب. طيب تمام يا رضوى. طيب الحمد لله، كيفي؟ الحمد لله كلنا كويسين. دكتور، دي أول محاضرة ليك ولا ايه؟ طيب احنا هنكمل النهاردة شغلنا في الماتيريال، والنهاردة هنبدأ نتكلم في حاجة تاني محاضرة. طيب يعني يا ريت الدنيا تنتظم معانا. ابليكيشن النهاردة طبعا هيبقى فيه، بس الابليكيشن دي يعني مش عارفة هتقدروا تحطوها كلها جنب بعضها، لان هي هتبقى زي ما هنشوف عايزة نفس الاوبجكت whatever هو ايه، بس هنجرب عليه حوالي 8 تقريبا، 8 انواع مختلفة من الشيدر. واحنا هنتكلم النهارده عن الشيدر اللي هو الموضوع كله مرتبط بالإضاءة اللي واقعة على الموقع مغلق النهارده. تاني مش عارفه ايه حكايه الموقع كل شويه يحصل له مشاكل ليه. النهارده الكلام كله عن حاجات ليها علاقه بالاضاءه اللي او تاثر الاوبجكت بالاضاءه، و الرفنس اللي هي الخشونه بتاعته، واللي بتدي بعد كده التأثير
اللي بيدل على الماتيريال بتاعته ايه. خليني اكون اكثر وضوح، يعني عايزين نتخيل كده مثلا لو عندك جسم معدني وعندك حتة قماش وعندك خشبة من مقطوعة من شجرة وعندك قطعة أثاث خشبية، تفتكروا لا مش الانعكاس، لا 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 لا، الانعكاس ده قصة تانية خالص. أنا بتكلم عن على تأثر الجسم بالإضاءة. تفتكروا تأثير الإضاءة على الجسم المعدني زيه بالظبط على القماش، زيه على الرو وود اللي هو الخشب اللي لسه مقطوع من الشجرة والخشب اللي في اللي هو في الأثاث، تفتكروا الأربعة تأثير الإضاءة فيهم زي بعض؟ مين فيهم هيبقى أكثر لمعانا ومين فيهم، يعني رتبهم لي كده من الأكثر لمعانا للمطفي خالص. المعدني اكثر لمعان، واللي بعده اللي بعد المعدن الخشب، انهي خشب؟ الخشب اللي من الشجرة ولا الخشب اللي في الفرناتشر؟ الخشب، انا قلت نوعين من الخشب على فكرة، قلت خشب من شجرة وقلت خشب في الاساس، انهي خشب بيبقى له تأثير لمعان اكتر؟ خشب الاساس، تمام، لان هو معمول له حاجه زي يعني تنعيم او صقل، وبعدين القماش دي مش اكيده، لا انا كنت مستنيه حد يقول لي حسب نوع القماش، القماش حسب نوع القماش بالظبط كده. خشب الشجره بيبقى اكتر حاجه مش بتلمع، القماش يعني في انواع كتيره من القماش ممكن تتحط قبل خشب الشجر، زي مثلا الستان، زي الحرير، كل دي بتدي نوع من اللمعة، واللمعة هنا يعني التأثر بالإضاءة. يبقى احنا النهارده كلامنا كله عن انواع الستان، بالظبط الستان وبعض انواع الحرير يعني في بعض انواع قماشات بتدي لمعة شوية، طبعا القطن والصوف والحاجات دي كلها بتبقى مطفية. فاحنا كل اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة ازاي نختار النوع المناسب من الشيدر اللي هو اللي بنتكلم فيه دوت المتأثر بالإضاءة، لان احنا قلنا ان الماتيريال ليها افرع كتير قوي، عامل زي الشجرة كده، وفي الاخر احنا بنبص على المنظر كله، كل فرع من الشجرة بنطبق فيه حاجة، واحد بنشتغل على تأثيرات الإضاءة، واحد بنشتغل على الرسمة الأساسية اللي هتظهر علينا، واحد تاني بنشتغل على التجعيدات أو النتوءات والبروز والحاجات اللي هي البامبنج اللي داخل فيها، واحد تاني بنتكلم عن دقة أو وسع النقشة اللي احنا هنستخدمها. الماتيريال زي بالظبط فعلا الشجرة اللي مليانة فروع. النهاردة احنا هنمسك الفرع الخاص بالاضاءة، هنبدأ يعني هعمل شير للسكرين وهنبدأ نتكلم في الموضوع ده، وهنتكلم على حوالي 8 انواع مختلفة من الشيدر اللي هي بتخلينا او يعني احنا بنختارها حسب احنا عايزين او مصممين الاوبجكت بتاعنا دوت على انه ايه. وده طبعا ملوش اي علاقه بالاضاءه اللي بجد، احنا الاضاءه موضوع الاضاءه ده حاجه ثانيه، احنا بنتكلم على تاثير الاضاءه على الاوبجكت بتاعنا حسب التكوين بتاعه بتاع الماده بتاعته. خلاص انا دلوقتي هفتح السكرين بتاعتي وايه هنشوف كده فايل. الناس شايفه دلوقتي بيعتمد على اساس الوزن النووي للجسم او الدرجه النوعيه للمعدن او لاي شيء اخر، احنا دخلنا كده في الفيزيكس. لا هو الموضوع لا هو الوزن النووي والكلام ده مش هي دي ماي بوينت،
my point is احنا بنتكلم دلوقتي على ال surface بتاع ال object. ما افتكرش ان موضوع الوزن النوعي له علاقة بالموضوع، يعني الموضوع هو خاص بالمكون الأساسي للمادة نفسها. تمام، دلوقتي المفروض الشاشة بتاعتي تكون باينة لكم. تمام، اوكي، انا هفضل فاتحة خواص المادة نفسها بالظبط كده. انا هفضل فاتحة الشات شوية بس صغيرين في الأول عشان في شوية حاجات كده هتتقال في الأول، لازم ابقى متأكدة ان انتوا خدتوا بالكم منها، وبعد كده هقفل الشات وهكبر الشاشة عشان نبدأ نشتغل. خلاص، اول حاجة هنا ده فايل، وطبعا بعد ما خدنا الليس بيتهيألي تنفيذ القطع الشطرنج دي بقى حاجة سهلة جدا. احنا لو رسمنا مقطع جانبي كده يعني احنا لو مثلا بصينا هنا على الفرونت فيو وكبرنا شوية كده اهو، بمنتهى البساطة احنا لو مشينا على الخط ده ممكن ورسمنا خط واحد وعملنا له ليس، طبعا هنقدر نحصل على الشكل ده. وبعد كده ان احنا نثبت الصليب اللي فوق ده موضوع مش مشكله ابدا، ان احنا نعمل مثلا الحته المحفوره في الفيل مش صعبه، ان احنا نغير، خلوني احرك لكم هنا شويه، ان احنا مثلا نغير في الحته اللي فوق دي ونعمل لها نبدا نعمل لها الكيربس بتاعت الوزير دي، مش مشكله. المهم ان احنا نقدر دلوقتي بسهوله ان احنا نعمل قطع الشطرنج دي. تمام، طيب، اول حاجه هنعملها ان احنا هنحط حاجه اسمها سيف فريم. سيف فريم يعني ايه سيف فريم؟ السيف فريم ده هنتكلم عليه تاني لما ندخل في موضوع الكاميرا. السيف فريم ده من اسمه كده يدل على ان هو حاجه بتامن لي المشهد الصوت بيقطع. والله انا داخله على الفايرفوكس من نفسي، والمفروض ان احنا الانترنت كويسه من الصبح وهي كويسه، الناس كلها بتقطع عندها الصوت ولا امير بس؟ طيب من فضلك يا امير ممكن تعمل ريفرش، معلش ادخل واطلع تاني او اعمل فش. اوكي، طيب الصوره واقفه، انا لسه ما عملتش حاجه، انا لسه ما عملتش حاجه في الصوره فانت هتلاقيها واقفه. طيب السيف فريم ده عباره عن ايه؟ عباره عن فريم، انا يعني هجيبه منين الاول؟ هجيبه من البرسبكتيف، هفتح هعمل كليك على البرسبكتيف، كلمه perspective، وهروح عامله كليك على show safe frame. اول ما بعمل show safe frame بلاقي طلع لي حاجه لونها اصفر كده، يعني يمكن انتوا مش باينه قوي. تمام، ال 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 الحاجه اللي لونها الاصفر دي يعني اصفر شويه اهو، حدود لونها اصفر. الحدود دي بتقول لي، وبعدين لو نلاحظ بقى هنلاقي ان مفيش صوره بعد كده، يعني الحد ده قطع لي الصوره، مفيش تاني، مش قادره اشوف تاني بعدها. يعني الشكل قاعده الشطرنج دي مش باين دقتها، اي حاجه بره السيف فريم دي لا هي باينه قدامي في الفيو بورت ولا هتبان في الريندر. يعني انا عملت ريندر اهو، اي حاجه بره السيف فريم مش بتبان. خلاص، يبقى اللي انت عايزه يبان بالظبط في الريندر بتاعك خليه جوه السيف فريم. اي حاجه مش عايزها تبان، يعني انت لو عايز التشيكر بورد دي تبان كلها ظبطها كلها جوه السيف فريم. انا مش عايزه البورد كلها تبان، انا عايزه البورد وايه والجزء اللي فيه وحدات الشطرنج دي.
خلاص. يعني هو ده فكرة السيف فريم، بيحدد لك بالظبط ايه اللي هيبان في الفندر، تمام؟ دي اول حاجة. تاني حاجة بقى مهمة جدا، تاني حاجة هي ايه؟ هصغر الشاشة بتاعتي تاني عشان اشوف الناس هتقول ايه. تاني حاجة عايزة اعملها، الفندر هنا عندي السهم الصغير في بوز الايكون بتاع الريندر. قلنا ده معناه ايه؟ معناه ان في اوبشنز تانية كمان. لو انا فتحت وفضلت دايسه صباعي هلاقي ان هم ثلاثه، انا مش عايزه غير دلوقتي التالت. التالت ده عباره عن ايه؟ التالت ده مهم جدا. التالت ده اسمه اكتيف شيد. اكتيف شيد دي طريقه للريندر بتخليني اقدر اشوف التغييرات اللي بتحصل على الماتيريال على طول في ساعتها، مش هحتاج ان انا اعمل اكليك على باتن بتاع الريندر تاني كل شويه. وانس ان انا غيرت في الماتيريال براوزر بتاعي او الماتيريال سوري الماتيريال اديتور بتاعي، هلاقي على طول المنظر اتغير قدامي من غير ما افضل كل شويه ارندر واعيد وازيد، تمام؟ يعني دي بتبقى بتعمل كده ريفرش اول باول، يعني اول ما بعمل تغيير بيروح على طول حاطط لي الصوره بالقيم الجديده اللي انا حطيتها. يبقى انا دلوقتي قبل ما اشتغل هعمل حاجتين، اول حاجه هاكتيفيت السيف فريم، تاني حاجه هروح مختاره الاوبشن اللي هو تالت اوبشن في الايكون بتاع الريندر اللي هو اكتيف شيد. مفهومه الحته دي؟ الشباب فين؟ حد يرد عليا. طيب واضح؟ طيب خلاص هنبدأ نشتغل بقى علشان كل شوية هنشوف المنظر أول بأول، تمام؟ وأنا بعد كل واحد هشوف إيه الأخبار. أنا هقفل دلوقتي الشات، ولو ان على فكره المحاضره دي المفروض ما اقفلش الشات لان المفروض ابقى متابعاكم وانتوا شايفين التغييرات ولا لا. خلاص انا مش هقفل الشات، بس طبعا في حد سال على حاجه بتبقى نافذه لوحدها ممكن اعملها في الفيو الاساسي. انت قصدك على ايه؟ على السيف فريم يا باشمهندس حجازي؟ قصدك على السيف فريم ولا قصدك على ايه؟ السيف فريم ممكن احطه في اي حته، بس انا يعني يهمني ان انا احطه في الاكتيف شيد. الشيد بيديني يعني انا برندر من اي حته، هو بي هو 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 رندر، يعني هي بيعمل منها الرندر بقى في اي حته في اي فيو في الدنيا، هو بيرندر اللي انت واقف عليه. بس الفرق الوحيد ان انت كل ما بتغير في الماتيريال بتشوف تغييره على طول على طول في ساعتها دلوقتي، تمام؟ طيب انا دلوقتي الشات مفتوح فيه اول باول بالظبط زي هي. هفتح دلوقتي الماتيريال اديتور وهي ان الماتيريال المستخدمه هنا ايه؟ اهي طالما كده في انا مش هغير الوان دلوقتي، يعني هستخدم باللون الرمادي عشان كله يبقى زي بعضه، تمام؟ اول حاجه هلاقي ان في اوريدي في ماتيريال مستخدمه، لان انا لا الجانب عليهم يبقى معنى كده ان الماتيريال المستخدمه الماتيريال عباره جزء شيدر اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الجزء ده. لما افتح هنا الاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 أليفة من الشيدرز. الشيدر هنا اهوت افتكروها بالشادو، يعني حاجه مرتبطه بالاضاءه وبالظل وبتاثير الاضاءه على الاجسام.
هنلاقي فيها زي ما قلنا قبل كده، في منها حاجات اسمها من وظيفتها، وفي حاجات تانية اسمها من الناس اللي عملوها، من الشخص أو من الأشخاص اللي عملوها. زي مثلا بلين هنا، واحد كان اسمه تقريبا جيم أو جيمس بلين، هو اللي عمل الشيدر ده. في مثلا أورين ناير بلين، دول التلاتة مع بعض عملوا الشيدر ده. في بقى حاجات أساميها من وظيفتها زي الميتل وزي البانج وزي الستراس وزي الترانسلوسنت، كل دول اساميهم مرتبطه بشغلته. خلاص، دي معموله معلومه كده ان اديشن، يعني مش دي قضيتنا خالص. يعني طبعا قضيتنا الحاجات دي كلها بتعمل ايه وبتستخدم في ايه. اول حاجه هنقابلها هنلاقي ثانيه واحده يا جماعه لحسن تمام كده. اول حاجه هتقابلنا اللي هو الشيدر اللي اسمه بلين ده بنلاقي فيه التركيبه الاساسيه بتاعته اهي اللي احنا شايفينها. ثواني كده، عندي حاجه علقت، ثانيه واحده. بس اشوف تمام. البلين بيزك بارامترز هتلاقوا فيها الجزء ده، وفي جزء تاني اللي هو اكستندد بارامترز، دي مش هنقولها دلوقتي لان احنا ليها جزء كبير لما نتكلم بعد كده في الشغل، لما هنشتغل في الماتيريال بتاعت الازاز والدايموند والجولد وشويه ماتيريالز كده مخصوص هنتكلم فيها، وهنتكلم ليها ارقام معينه بتتاخد وتتحفظ او بتكتبها عندك. مش هنجيب سيره الاكستندد دلوقتي، احنا هنتكلم في البيزك بارامترز. البيزك بارامترز زي ما قلنا موجود فيها الديفيوز والامبيانت والسبيكلر، دول مرتبطين بالالوان. ولو عايزين نحط فيهم صوره بنحط في مينلي في الديفيوز. وفي الجزء الثاني اللي هو ده مهم شويه بقى نبدا نتكلم عنه، اللي هو السبيكلر هايلايتس. السبيكلر هايلايتس هنا هي المسؤوله عن التاثير بتاع الاضاءه. وطبعا لو احنا هنشوف هنا الناس لاحظت التغيير دلوقتي ولا ايه؟ في تغيير اتلاحظ؟ اللي لاحظ تغيير يديني 1 على طول. يعني التغيرات واضحه. طيب الحمد لله كده كويس جدا. طيب السبيكلر ليفل بيبدا يديني نوع من الـ من الـ من الضي شويه، او بيزيد من تاثر الاوبجكت بالاضاءه شويه. الجلاسينس هنا بتديني مش بس بقى لمعه، الجلاسينس بتديني تركيز اللمعه في حته معينه. وهنا بنلاحظ، انا عايزكم تبصوا على الكيرف اللي في المربع الرمادي ده. السبيكولر ليفل هو المسؤول عن علو الكيرف. علو الكيرف يعني قوه الاضاءه. الجلاسنس كل ما بتكون قليله كل ما بتبقى قاعده الاضاءه اعرض، يعني بيبقى ضارب فيها النور كانه ضارب من كشاف كبير. كل ما الجلاسنس بتبقى رقمها ازيد كل لما قاعدة الإضاءة بتقل، فبتلاقوا إن الإضاءة أو تأثره بالإضاءة بقى كأنه جاي له إضاءة من بعيد من حاجة صغيرة. السوفتنس هنا يعني بتنعم لي الحواف بتاعة الإضاءة، يعني ما يبقاش الـ 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 الإضاءة والجزء اللي براها اللي مطفي حاد قوي، يعني كان مثلا حته منوره 100% وحته مطفيه 100%، بتبدا تنعم لي الحواف بتاعه الاضاءه دي عشان يبقى فيها نوع من التدرج شويه. خلاص، بنستخدم البلند ده في ايه؟ البلند بنستخدمه في الحاجات اللي
مش بتلمع قوي. يعني مثلا زي ايه ممكن نستخدمه؟ في خشب الاساس اللي مش مصقول قوي يعني، او اللي هو اللي مش اللي فيه نص لمعة، اللي هو لا هو مات ولا هو يعني مصقول قوي، بيبقى ممكن نستخدمه في بعض انواع البلاستيك، بتبقى فيها سم شاين يعني لمعة متوسطة. تمام. لو احنا جربنا شوية قيم كده هنلاقي ان الامور قد كده مختلفة خالص. هنجرب مثلا ال spectral level هنقلله شوية كده، وال glossiness هنزوده بالمنظر ده. اهو شايفين اداني تأثير زي ما يكون بلاستيك كده، بقى شبه البلاستيك الى حد كبير. تمام. لو انا زودت ال softness بتلاقوا ان الاضاءة ما عادتش حادة، يعني حتى هتبان في الحتة دي هتلاقوا انها مفروشة من الجوانب شوية، غير انها تكون قليلة. هتلاقوا ان هنا الحدة بتاعت الاضاءة زادت شوية. خلاص. طيب احنا دلوقتي عايزين هنعمل حاجة لطيفة جدا، احنا هنجرب الانواع المختلفة من الحوائط المطفية. ممكن يعني اللي هي مش مطفية قوي، فيها نص لمعة كده. تمام. احنا دلوقتي هنعمل حاجة ظريفة جدا، احنا كل شيدر منهم هنجربه على سامبل سفير مختلف، وهفضل كل مرة احط لكم واحد جديد هقارن لكم بالاولاني، عشان المقارنة هتبين قوي الفروق ما بينهم. فاحنا عشان نعمل كده هنعمل ايه؟ اول حاجة انا هشد السامبل دي هنا اهو، هعمل كوبي. فانا دلوقتي بقى عندي اتنين، الاتنين زي بعض، هسيب الاولانية زي ما هي بالظبط، والتانية هي اللي هبدأ اغير فيها، وكل مرة هعمل كده عشان الاولانية تفضل زي ما هي والتانية هي اللي هغيرها. وعلى فكرة بقى دي فرصة ان انا اقول لكم على حاجة مهمة جدا، ساعات ببقى بشتغل في ماتريال معينة وبعدين ابقى حاسة ان انا محتاجة اغير فيها شوية، بس ايه يعني هي حاسة انها حلوة بس يعني لو تتغير بقى شوية كده، وبعدين ابدأ اغير فيها والعب فيها والاقي الدنيا باظت خالص. احاول ارجع للاصل، معرفش لان انا مش فاكره القيم اللي كانت عندي اصلا. فالحل الموقف زي كده ايه؟ ان انا قبل ما ابدا افكر في التغيير، لان في على فكره حاجات برضو ملهاش اندو في الماتيريال، فبرضو الحاجه دي من الحاجات الايه المهمه، ان انا اخد كوبي من الماتيريال الاصليه واحطها في سامبل سفير تانيه وابدا اغير فيها. طبعا ايه اروح اعملها ابلاي على الاوبجكت بتاعي وابدا اغير والعب فيها، وصلت لحاجه كويسه خير خلاص انتهينا. اكتشفت ان الاولانيه كانت احسن، بتفضل الاولانيه اوريدي عندي واقدر اعملها يعني ابلاي تاني الماتيريال القديمه على الاوبجكت من تاني. يبقى حته الكوبي ان انا اخلي عندي نسخه من الاوبجكت او سوري من الماتيريال اللي انا كنت شغاله فيها واخد منها نسخه تانية ابوظ فيها زي ما انا عايز، دي من الحاجات الخطيره جدا وبتلحقني في مشاكل كتير. فكل ما حد فيكم يحاول يغير في ماتيريال بعد ما حطها يا ريت ياخد منها نسخه احتياطي وخلي الاصل موجود جاست ان كيس يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا دلوقتي غير في الماتيريال الثاني. انا هابلاي بقى الماتيريال دي اهي، هريبليس، لا انا عايزه اغير اسمها اصلا، ثواني بقى، انا الاول هغيرها واخليها. هنشتغل في ايه بقى؟ هنشتغل دلوقتي في خلينا نشتغل في الميتال.
تمام، وبعدين هروح كاتبه ان دي اسمها ميتل، ميتل، وهخلي اسم دي، هخلي اسم دي بلين، بلين، تمام خلاص. وهروح شده دي ورمياها على الاكتف شيد، ودي الميزه التانيه للاكتف شيد، ان انا ممكن ارمي. انا طبعا انا عملت حاجه غلط لان انا مش عامله سيلكت ليه كله. طيب انا هطلع بره، سوري انا طلعت بره خالص، هطلع بره وهعمل سيلكت ليه كل حاجه، كنترول اي، تمام، وهفتح تاني ال افتح هنا، تمام، وهعمل كده. برضو مفيش فايدة، يبقى انا لازم اعمل select. selection راح. طيب هنجيب من تاني، وبدل بقى ما ايه كنسل افتحه، وهروح عامله كده، المفروض بقى يشتغل بقى، عيب عليك يعني. الحمد لله خلاص. يبقى يا جماعه الميزه الثانيه في الاكتف شيد ان انا ممكن ابلاي الماتيريال عليه، يعني ممكن اشد الماتيريال عليه، تمام، بس اخلي بالي بس انا واقف فين، او يعني عامل سيلكشن ليه. وممكن برضو ان انا اساين ماتيريال تو سيلكشن وخلاص يعني. المهم وات ايفر الطريقه، انا اول ما بابلاي الماتيريال ب اول ما بابلاي، انا طبعا نزلت عملت هنا غلطه عجيبه جدا، ثانيه واحده يا جماعه، يبدأ فوق كده اهو، مش مشكلة اهو، خلاص ظهر لي دلوقتي الشكل المختلف تماما في المنظر اللي قدامي. بس هو هنا شكله مش ميتاليك قوي. ليه شكله مش ميتاليك قوي؟ لان انا مش عطياله السبيكولر ليفل والجلوسينس الكفاية. طبعا هنا لاحظنا ان ما عادش في، كان في هنا سبيكولر، اتشال السبيكولر، بقى في الديفيوز والامبيانت بس، وبقى في السبيكولر ليفل والجلوسنس، وما عادش في السوفتنس في المنظر ده كده. ونبص على الشكل، طبعا الشكل حاجة تانية خالص زي ما انتم شايفين الشكل، يعني كل ده الالوان هي هي، انا ما غيرتش اللون الرمادي الاصلي اللي في الديفيوز كلر، بس مجرد بس تغيير الشيدر والبارامترز بتاعته بتديني افكت حاجه تانية خالص. زي ما انتم شايفين كده اهو، لما انا بغير السيكولر ليفل مع الجلوسنس بيديني تاثير مختلف تماما. كل لما بزود السيكولر ليفل وكل ما بزود الجلوسنس بتديني الاحساس باللمعه بتاعه الميتل، وبتديني لون غامق شويه. الالوان والتاثيرات واضحه يا جماعه؟ الشباب اعتقد ان الفروق واضحه الى حد كبير يعني، تمام كده. طب الحمد لله خلاص. يبقى دي تاني شيدر مختلف. كل ده انا ما بغيرش في اي حاجه خالص، لا بغير في الوان ولا بغير في الماتيريال نفسه. كل اللي بغيره الشيدر مود اللي هو التاثر بالاضاءه، قد ايه الفرق شاسع. خلاص طيب ندخل بعد كده في واحد جديد. واحد جديد يعني هناخد كوبي برضو ونروح لسامبل سفير جديده اهو، و اهو انا اخدت واحده جديده، وبعدين هروح
مغيرة، وبدل البلين ده هستخدم الفانج، تمام. وبعدين هنقول له apply او assign هنا، ونبدأ نتابع كده شكل الشيدر ونشوف المنظر ده. المنظر ده برضو فيه شبه من البلاستيك شوية. البلاستيك ده فيه اختلاف شوية عن البلين. اختلاف في ايه بقى؟ هنشوف دلوقتي ايه شوية حاجات. هو الفانج فيه نفس بالظبط البارامترز بتاعت البلين، بس التأثيرات ممكن تبقى فيها تأثير حد للإضاءة أكتر. يعني احنا لو لاحظنا، يعني أنا عايزاكم تشوفوا الفرق. أنا هفتح لكم دي عشان تشوفوا الفرق. بصوا كده، شايفين الجزء ده؟ أنا عايزاكم تشوفوا الجزء ده قد كده. الإضاءة تحسوا إنها مسحوبة ومتوزعة شوية، وهنا الإضاءة تحسوا إنها قوية ومركزة، تمام. عايزين نشوف بقى دي اللي هي البلين. هنلاقي هنا الإضاءة قد كده، أنعم، رغم إنها مستخدمة سوفت نت، حبة مش قليلين في التاني برضو. قد كده الإضاءة أنعم، وقد كده هنا الإضاءة ما هياش مسحوبة وتأثيرها أخف شوية. فالإحساس بالبلاستيك أكتر بيبقى في الفانج. انا عايز اغير الفانج هنا واكتب اسمها فانج، تمام. يبقى انا لو عايزه بلاستيك بيلمع كده وشكله زي مثلا البلاستيك، وايه كمان، حد عنده حاجات اركوبال اللي هي عارفين الاطباق والكوبايات والمجز والحاجات الاركوبال، ماده من نوع من انواع الفخار، بس فيه معمول بطريقه فيري فاين وبيلمع قوي. عارفين الاركوبال؟ والصيني والحاجات دي. هو في تأخير في الكتابة، أنا بشوف الناس، في ناس، البنات طبعا هي اللي عارفة الأركوبال، بس يعني طب في حد عارفين أركوبال؟ أهو بس من الولاد. طب كويس، الحمد لله. طيب خير، أصل أنا قلت أركوبال قدام جوزي ممكن ما يعرفوش، يعني رغم إن إحنا بناكل في أطباق أركوبال عادي. طيب anyway، خلاص. يبقى إحنا لو عايزين حاجة فيها تأثير أكثر لمعة شوية يبقى بنستخدم الفانج، تمام. طيب ندخل بعد كده في اللي بعده، برضو هناخد كوبي ونحطها هنا، والمرة دي بقى هنسميه ايه؟ المرة دي خلينا في ال ندي الستراس، تمام. ده هنسميه اوكي. ده بالنسبه للستراس. الستراس هنا بقى هنلاقي المنظر مختلف خالص، مفيش لا ديفيوز ولا انا عايزه الاول افتح لكم الاكتف شيد، وهنعمل ابلاي وهنبدا نقارن بقى. الاستراس بقى فيه اختلاف جامد جدا. الاختلاف ان هو مفيش ديفيوز كلر وامبيانت كلر والكلام ده، لا، في كلر بس، لون بس، وفي طبعا جلاسينس، وفي حاجة جديدة مشفناهاش قبل كده اسمها ميتالينس.
ميتالينس هنا يعني المعدنية اللي فيه، لأن الاستراس هنا جاي حاجة فيها معدن خلاص. فببدأ هنا أغير بقى في الإيه، في الميتالينس بتاعته، ونشوف التأثير بيبقى عامل إزاي. بزود الميتالينس وبزود الجلوسينس، تمام، وأبدأ أشوف بيبدأ يديني شوية تأثير إلى حد ما معدني، بس تحس إن هو معدن، عارفين المعدن اللي بيبقى تحس إن هو مغشش شوية، بيبقى زي الفروست كده، يعني نفاذية المعدن. أنا مش فاهمة يعني إيه نفاذية المعدن أصلا. نفاذية يعني حاجة تنفذ من خلاله، يعني مش عارف بصراحة، أصل أنا عندي مشكلة في الفيزيكس بالعربي، يعني ما يعني مش هتلاقوني لقطة الكلام اللي بالعربي ده كويس، يعني معلش اعذروني. درجة اللمعان ممكن، هو اللي أنا أقصده إيه، مش في إزاز وفي معدن بيبقى كده تحس إنه خشن شوية، أو يعني خشن ومطفي شوية، حاجة زي كده، تمام. هنا بتحكم بقى في درجة لمعان المعدن اللي فيه، أو يعني قدر المعدنية أو التأثير المعدني اللي فيه، تمام. يعني التاني اللي هو الميتل بيبقى معدن صريح، معدن يعني، إنما ده فيه نسبة من المعدنية شوية، خلاص تمام. يعني أنا يعني نفسي ألاقي لكم مثلا حاجة مناسبة لي. يعني انا دلوقتي والله خطر في بالي حاجه. عارفين الشماعات، الشماعه اللي هي بيبقى الخطاف بتاعها معدني، في شماعات بيبقى الخطاف بتاعها معدني مطفي شويه، وخصوصا اللي هي الشماعات بتاعت البدل بتبقى الخطاف بتاعها المعدن بتاعه تحس ان هو مطفي شويه، هو معدن مش مصدي ولا حاجه، بس هو لمعته مطفيه شويه، تمام. طبعا يا جماعه على قد ما الكلام اللي انا بقوله في حاجات قريبه من بعضها، يعني مثلا البلان قريب من الفانج، والستراس قريب من الميتل، بس قد كده مخلوط شويه ممكن برضه، قد كده الفروق الدقيقه دي هي اللي بتدي فعلا ال التأثير الطبيعي للحاجات اللي انت بتعملها، تمام. طيب ايه تاني عايزين نعرف، عايزين نيجي مثلا ل ولو مثلا في حاجة مثلا الفانج، مثلا لو انت جيت وقللت خالص في الفانج، لو قللت خالص السبيكولار ليفل بتاعها والجلوتينس بتاعها، هتديكوا بقى تأثير حاجة تانية خالص. انا عايزة اوريها لكم، ثواني كده. اهو ده مثلا المنظر ده، هنا بقى ممكن استخدم في الفانج، هنا يستخدم لي في ايه لو انا قللت السبيكلر ليفل والجلوسنس، ايه ده ممكن يديني حلو قوي مع القماش الفابريكس، مع السكن الجلد، الحاجة اللي فيها بشرة، بتديني احساس بحاجة ايه، حاجه اورجانيك شويه. ما هو الناس مش بتمشي تلمع يعني غير لما تكون عرقانه شويه، انما المنظر الطبيعي بتاع الجلد بيبقى فيه لمعه بسيطه، بيبقى الى حد كبير مطفي بس فيه لمعه بسيطه يعني. فالفانج ده من الحاجات اللي ممكن جدا تدي، مع يعني لو اتحكمت في درجه اللمعان تقدر تدي تاثير حلو قوي على الحاجات الاورجانيك، الحاجات الطبيعيه. طيب نرجع تاني، احنا كنا فين؟ احنا كنا في الستريس
وتقريبا خلصنا الاسترس. تمام، ندخل بعد كده في ايه بقى؟ عندنا ايه تاني؟ انستروبيك، ولا نستنى عليه شوية؟ لا خلينا ناخد الانستروبيك. الانستروبيك ده بقى، انا عملت غلطة، شفتوا بقى عملت ايه؟ خلينا نرجعه تاني. وكان ستريس، مش ده كان ستريس برضو؟ ايه اللي غير؟ ده ستريس وده، بالظبط كده. انا عايزة اجيب نسخة هنا وهغيرها ل انستروبيك، هسميها برضو انستروبيك. انستروبيك اهو. الانستروبيك ده بقى موضوع مختلف شويتين. ليه؟ لان هنا زي ما احنا شايفين هنا شكل اللي هو الكيرف بتاع الاضاءه سبيكولر ليفل شكله حاجه تانية خالص، شكله حاجه تانية خالص. ليه؟ لان هو شايفينه هنا ثلاثي الابعاد، حاجتين، عندي كيرف اهو وعندي كيرف تاني اهو. دي بقى مش هتاخدوا بالكم منها غير لو انا فتحت لكم الايه السامبل هنا على كبير. طيب هنا عندي طبعا هنا الجزء الاساسي اللي هو التقليدي بتاع الديفيوز والامبيانت والستيكلر. طيب الجزء بقى المهم اللي يهمني في القصه دي كلها الجزء اللي تحت ده، اللي هو ده اللي هو اسمه سبيكولر هايلايت. عندي هنا اربع اجزاء. عندي حاجة السبيكولر ليفل اللي هو ارتفاع الكيرف على بعضه اهو، تمام، ارتفاع الكيرف على بعضه. هلاقي ان الحتة دي بتزيد، جامعتها بتزيد. انا على فكرة ما عملتش ابلاي، الاول اعمل ابلاي لل المفروض كده اهو. شوفوا هنا الاول شكله اتغير ازاي، اقفل بقى شكله هنا اتغير اهو. انا هشرح لكم الاول على دي وبعدين هنشوف التاثير على الاوبجكت بتاعتنا. طيب انا هنا زودت السبيكولر ليفل فزود لي الارتفاع بتاع الكيرف من فوق. طيب الجلاسينس بيزود ايه؟ الجلاسينس زي ما اتفقنا بيرفع لي القاعده، فبتخلي ال فرشة الإضاءة بتخليها أقصر شوية، يعني أصغر شوية. بس أنا ملاحظة، مش ملاحظين هنا حاجة، شكل الإضاءة هنا عامل إزاي؟ الإضاءة عادة في كلهم عاملة إزاي وهنا شكلها عامل إزاي؟ حد واخد باله؟ يعني خليني إيه أزود دي كده علشان إيه، وخليني كده عشان يمكن الدنيا توضح شوية. الإضاءة هنا تفرق إيه عن دول؟ أو خلينا هنا، هو يمكن هنا تبان أكتر. هنا تفرق ايه عن دول؟ ده سؤال على فكرة. ايوه برافو، شكرا يا باشمهندس حجازي. مش دائرية الاضاءة، مطولة شوية، على بيضاوي شوية، بالظبط كده. ده كمان بقى هتبان اكتر لما يحصل ايه بقى. بصوا هنا بقى ال انستروبي بقى لما انا بزوده بيروح مخليها متأكتر اكتر. يعني بصوا هنا الموضوع بقى شكله طويل خالص ازاي. وعندي كمان ايه ده، انا عندي كمان اورينتيشن. الاورينتيشن غير لي الاتجاه. بصوا اهو، خليني بقى اتفرج على الكلام ده. هنا شايفين المنظر عامل ازاي؟ كأن الاضاءه طالعه من حاجه مش مصدر اضاءة مستقيم. كأن مثلا بالضبط هنا، عارفين كأن ايه؟ كأن في حتة من ستارة مفتوحة وباين حتة صغيرة من الشباك مدخل اضاءة على شكل مش مستقيم، مش الاضاءة مش مستقيمة. تمام، دي بتبقى حلوة جدا جدا لما انا ابقى عايزة اعمل تأثير معين من الإضاءة الواقعة على الأجسام بشكل يعكس شكل تاني، أو يعني يبقى فيه أنا عاملة شكل في الناحية التانية بحاجة معينة
ولازم يبقى تأثير الإضاءة واقع بالشكل ده. شايفين المنظر هنا عامل ازاي؟ شايفين هنا؟ اهو كل ما اغير الاورينتيشن اهو، شايفين الاورينتيشن بتغير لي خالص شكل تأثير الإضاءة على الجسم. شايفين هنا؟ لما الاورينتيشن بتبقى صفر، يعني انا هعمل رايت كليك هنا عشان الاورينتيشن تبقى صفر، خلاص بقت مستقيمة خالص اهو. طيب انا هعمل مثلا الاورينتيشن هنا اخليها مثلا 60، شوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ بقت عاملة زي الهلال كده. تمام؟ تأثير الاورينتيشن بيديني اختلاف جامد جدا، والانستروبي بيديني تطويلة ورفع اكتر للاضاءة. تمام؟ اهو. فهم الاربعة بارامترز دول فعلا بيدوني افكتات مختلفة خالص خالص عن الاضاءة التانية. يعني الاضاءة التانية ما فيهاش خالص سواء البلين او الميتل او الستريس او الحاجات دي كلها، ما فيهاش خالص إمكانية إن يبقى الإضاءة فيها حودة، هي بس الإضاءة المدورة، البقعة المدورة اللي بس إيه واقعة بتأثيرها على الجسم. إنما الأشكال دي مستحيل نقدر نلاقيها غير في الأناستروبي. واضح لغاية كده؟ واضح لغاية كده؟ لسه ما كملناش. الدنيا واضحة؟ انا النهارده على فكره مش هدي غير المجموعه دي علشان الدنيا ما تسيحش على بعضها، ولازم تجربوهم عشان تحسوا فعلا بالفرق. فالنهارده هناخد المجموعه دي وبس، اللي هم اللي احنا اتكلمنا عليهم دول وبس. اوكي؟ في سؤال او حاجه؟ شكل في حد بيكتب سؤال ولا خلاص؟ جست 64 بيكتب سؤال غالبا او تعليق او انا لسه اكون مسجلة حتى اكون المحاضرات متسجلة، كل المحاضرات بتتسجل طبعا. فريق التسجيل جزاهم الله خيرا، يعني هم اللي شايلين القصة المتعبة دي، يعني ربنا يكرمهم يا رب. طيب نستأنف. تمام. طيب ناخد واحد كمان هنا برضو ونشد الكلام ده هنا وناخد ايه، هنشوف ايه بقى دلوقتي، هنشوف ال اورن نيرا بلين. هو في بقى ال اورن نيرا بلين ده يمكن يكون ده كمان انسب اكتر ل القماشات بالذات اللي فيها او الخامات اللي فيها نوع من الخشونه شويه، فيها رفنس، لان هنا ظهر لي جزء جديد خالص ما كانش موجود في اي حته تانية اللي هو اسمه ادفانسد ديفيوز. فادفانسد ديفيوز ده في حاجه اسمها ديفيوز ليفل، في حاجه اسمها رفنس. رفنس هنا جايه من يعني من الرف اوبجكت، يعني حاجه فيها خشونه شويه. هنأبلاي الأول طبعا المنظر حاجة تانية خالص، يعني مختلف تماما عن الحاجات اللي شفناها قبل كده، حاجة فيها يعني إحساس تاني خالص. أنا عايزة أول حاجة نزود الرفنس، هنخلي الرفنس دي 100 ونشوف المنظر هيبقى عامل ازاي. شايفين؟ هنخلي مثلا الديفيوز ده هو هنا 100، هنزوده شوية اكتر. شايفين؟ تأثير بيختلف خالص. هنقلل مثلا، هنخليه هنا الديفيوز ليفل هنا بيبقى مسؤول عن بتاخد قد ايه قدر من اللون. كل ما هتقل كل ما درجة اللون او يعني درجة تأثير اللون الرمادي بتزيد او بتقل كل ما بتغير. تمام. برضو في امكانية ان انت تديه شوية لمعة اهو،
بلس ميت لو قلناه شوية. اهو شايفين بقى التأثير بدأ يفرق خالص ازاي؟ شايفين؟ يعني انا بصراحة دي من الشيدرز اللي انا بحبها جدا، يعني التأثير بتاعها جميل بس لازم يستخدم بحكمة شديدة. ليه؟ لان انتوا لو لاحظتم هتلاقوا الجزء اللي ورا ده التفاصيل بتاعته بدأت تختفي، فالاستخدام الخاطئ ليه بيبدأ يدريلك التفاصيل. يعني دلوقتي متشاف بصعوبة اللي هو الخطوط الحفر اللي ما بين المربعات لانها لبعيد، فهو مشكلة الاورين نايرا بلين ده ان هو يعني بيبان اكتر في الاوبجكتس القريبة. يعني احنا شايفين هنا الاوبجكت هنا مجموعة وحدات الشطرنج دي باين فيها التأثير قوي، من بعيد لا يعني يكاد يكون مش باين. ف السوفتنس برضو لو زودناها هنلاقي يمكن التأثير كمان بقى انعم واجمل، و يعني الرفنس هنا لو يمكن قللنا الرفنس شوية. عارفين شبه ايه اللي احنا شغالين فيه ده؟ شبه الازاز المغشش، عارفينه الازاز لما يبقى مغشش، او في ازاز بيبقى مغشش شوية بيبقى عامل كده، تمام؟ يعني دي من الشيدر فعلا اللي بتدي تأثير قد كده قد كده حلو. انا عايزه اجرب لكم هنا احط لكم ماتيريال، خليني اقفل دي كده، وخليني سوري احط لكم ماب ونجرب كده ونشوف شكل الماب في ظل الايه اللي احنا عاملينه ده هيبقى عامله ازاي. احنا فين؟ انا عايزه خليني عشان ما بقاش بعيده قوي خليني اخد حاجه بلاك اند وايت، خليني اخد مثلا ده. بصوا قد كده التأثير بصراحة رائع. يعني انا التأثير بالمنظر ده رائع، غير خالص لو كانت نفس الماتيريال دي على البلند، يعني نفس الماب دي على البلند. يعني مثلا انا هحط هنا على البلند واخدها هي في الديفيوز هي خلاص، وهعمل apply واقول له replace. اوكي اهو، طبعا فرق شاسع، يعني الفرق شاسع. يعني احنا لو هن apply تاني هن apply تاني هنا، بصوا على العسكري، شوفوا هن apply هنا اهو replace، شايفين حاجة تانية خالص، تأثير تاني خالص. طبعا كل واحدة من دول لو حطيتوا لها نفس الماتيريال هي نفس سوري الماب هي هتلاقوا ان التأثير ملوش اي علاقة خالص باللي كان. خلاص احنا هنطلع تاني ليفل اب، وعلشان نشيل الماتيريال هنا هنعمل حاجة ظريفة جدا، هنروح النن في هنا تحت السبيكلر عليه نن، يعني معلوش ماتيريال، انا هاخده كده واروح حاطه فوق هنا اهو فتختفي، تمام؟ يبقى دي علشان لو حبيت اشيل الماتيريال من على حاجة بروح اخده ماتيريال اشيل ماب من على حاجه، اروح اخده زرار فيه ماب فاضيه واروح
عامله كوبي على الماب اللي فيها، بتخليها تروح تاني. انا يعني مش عايزه اي مابس في اي حته، فانا هروح شايله كل المابس دلوقتي. تمام. طيب فاضل لنا ايه كمان ناخده؟ احنا كنا سمينا ده اصلا ولا ما سميناهوش؟ ده كنا سميناه، لا ما كناش سميناه. شفتوا بقى، هنسميه O N B. O N B for Oren Naira Blend. تمام. بنشيل تاني الماتيريال ازاي؟ حاضر حاضر، انا ما مش بص. فاضل قد ايه على انهاء المحاضرة؟ ده مين المستعجل؟ والله احنا فاضل لنا مثلا حاجة بتاعت 10 دقايق، ربع ساعة بالكتير. يعني النهاردة انا مش عايزة الخبطكم في اكتر من ده. تمام. طيب نشيل الماتيريال ازاي؟ حاضر. بص بص يا مريم دلوقتي، هي اولا دي مش ماتيريال، دي ماب. خلاص. وعايزين ما تلخبطش ما بين الماب والماتيريال. هنا كان في الماب كانت محطوطه هنا. تمام. خليني احط لكم واحده، خليني احط واحده. مثلا انا هجيب الماب اهو، هحط مثلا، خليني احط دي مثلا. اوكي خلاص. اهي خلاص، انا عايزه اتخلص منها. اول حاجه لازم طبعا انا وانس ان انا حطيت الماب، بلاقيني نزلت ليفل في الحاجات بتاعه الماب. لو تفتكروا قلت لكم ان احنا دلوقتي في الليفل بتاع الماب، يبقى لازم نطلع فوق جو تو بيرنت. هنا الزرار دوت بتاع جو تو بيرنت، هعمل كليك عليه، الاقي نفسي طلعت للمنظر الاولاني بتاعي. الماب اهي، اول ما هحتاج ان انا اخلص منها هروح رايحه للستيكولر دلوقتي ما فيهوش ماب، اهو مربع فاضي او اي مربع فاضي من المربعات دي، وهروح واقفه عليه وعامله دراج وشده لغايه اما اوصل على الام اللي ام هنا، يعني في ماب فاضي يعني ما فيهوش ماب. فهروح شده من الفاضي رايحه على اللي فيه ام، واروح سايبه صباعي من على الماوس. خلاص يبقى انا كده خدت ان يعني النن بقت كمان في اللي كان عليه ماب، فبقى هو كمان مفهوش. تمام كده. طيب هنتكلم في ايه دلوقتي؟ هنتكلم في المالتي لاير. لذيذ المالتي لاير. اخ انا شوف غلطت برضه نفس الغلطه قبل ما انقل. لا والله انا كنت نقلت. طب الحمد لله. طيب هنا المالتي لاير، المالتي لاير دي بقى لذيذة جدا، لان هي فيها ممكن استخدم لونين اضاءة مع بعض. بجد حلوة جدا، يعني تأثيرها بيبقى مختلف تماما ورائع يعني. خلاص اول حاجة عايز اعملها ان انا هروح حاطة ابلاي الماتيريال على السين بتاعي من تاني، عشان يبقى هو الماتيريال دي اللي اكتف معاه. تمام. دي شكلها في البدايه. تعالوا نشوف بقى لما نبدا ايه ندخل في المنظر ده. المنظر ده فيه شويه حاجات جديده. اول حاجه هي مش جديده قوي، اللي هي ان احنا فيها ديفيوز ليفل ورفنس، والكلام ده اتكلمنا فيه قبل كده في الاو ان بي. والاضافه بقى ان احنا عندنا كمان ايه بقى، عندنا حاجه اسمها فيرست سبيكولر لاير وسكند سبيكولر لاير. تعالوا بقى نبص تاثير الحاجات دي على الاوبجكت بيبقى عامل ازاي. اول حاجه هنزود، هنعمل ليفل اصلا، هو كان الاول زيرو. خلاص. المنظر ده الاول حاجه، اول حاجه ان هو بيفكرنا بالانستروبي. الانستروبي فيه المنظر ده، يبقى هو كده نوع من الانستروبي، بس بدل ما بستخدم اضاءه واحده بستخدم اضاءتين. خلاص. لان هو فيها الليفل والجلوتنس والانستروبي والاورينتيشن، نفس بالظبط اللي كان في الانستروبي بس طبقتين. طيب دي طبقه انا هخليها باللون، بدل ما هي باللون الابيض هخليها باللون الازرق. اوكي. نزود اللون الازرق شويه، نزود الايه
الساتوريشن بتاعه ونقول اوكي خلاص، بدأ يديني احساس شوية بان فيه لون ازرق في الموضوع. طيب ازود، ابدأ بقى ايه، ازود الجلاسينس كده حبة والليفل ازوده حبة، تمام، والاورينتيشن كمان هغيرها. اوكي. هو انا عايزه افتح لكم بقى دي بالذات، برضو لازم افتح لكم السامبل هنا اهو، اهي شايفين البقعه الزرقاء دي واضحه عندكم؟ البقعه الزرقاء واضحه عندكم يا شباب؟ حلو جدا. طيب انا هبدأ ازود الانستوبي شوية علشان تبدأ الخط يرفع شوية، وهزود كمان الليفل، وهزود الديفيوز ليفل علشان، او يعني لا مش خليني اغير شوية كده، تمام كده الدنيا معلش بدأت تبقى بطيئة شوية عشان ده بالذات تقيل قوي. والتاني بقى هستخدم كالر تاني عشان يبقى مختلف خالص، استخدم مثلا الاحمر اهو واقول له اوكي. طبعا لسه ما ظهرش اي حاجة لان لسه الليفل قدامي لسه زيرو، فلسه انا ما حطيتش اصلا اي ليفل. هبدأ ازود الليفل. شفتوا بقى الدنيا بقت عاملة ازاي؟ ازود الجلاسينس. اهو. وبعدين ابدا اغير برضو في الاناستروبي شويه، و الاورينتيشن ده عايزه اخليها اتجاه غير الاتجاه اللي فات خالص، يعني اخليها حاجه بالماينس مثلا. عايزه اقلل الجلاسينس شويه عشان نبدا الخط يبقى عريض شويه تقدروا تميزوه. عايزه دي مثلا، خلي دي مثلا 20 كده. اوكي. وخلي الليفلز تزيد شوية، نخليها مثلا خليها 80، تمام. والجلاسنس خلي مثلا 50، وخلي الاورينتيشن خليها 60 مثلا. اوكي. و دي ماينس شايفين يا جماعه، ال واحد جاي كده وواحد جاي كده والمنظر قد كده. خلي الجوسنس برضو اقل شويه، خليها ليها 30 برضو اهو. شايفين المنظر عامل ازاي؟ خلي دي، شايفين واضح تأثير الإضاءة عامل ازاي؟ تعالوا بقى نتفرج على لا أنا عايزة بقى كمان بقى، عايزة الرفنس أغيرها شوية، نخليها مثلا 50، هتبان كده أكتر، خليها أكتر، خليها 100 أهو. شايفين بقى المنظر عامل ازاي؟ وخلي السبيكلر ليفل كمان يقل. بصوا بقى اتفرجوا بقى، نقفل كده، ايه رأيكم؟ شفتوا المنظر بقى عامل ازاي؟ كل ده بلعب في شوية ارقام، ما استخدمش ولا لون ولا ماب ولا اي حاجة خالص،
انت بتلعب بس، بتغير في الشادر وبتغير في الارقام. بس خلوني اقول لكم شويه قواعد. الليفل كل ما يزيد كل ما احساسك باللون بيزيد. الجلوسنس كل ما يقل كل ما العرض بتاع اللون بيزيد. يعني الجلوسنس بالعكس، الجلوسنس كل ما هيقل كل ما هيبقى بقعة مركزة في حتة واحدة، انما لما هيقل هتحس انه فرش شوية. الاناسوتروبي هو ده اللي مسؤول عن انه يديك الحتة المطولة دي، التأثير البيضاوي بتاع الضوء. الاورينتيشن الزاوية بتاعته، خلاص ده مش هينفع غير لما يتجرب بايدينا. ده المنظر ده مش هينفع غير لما نجرب بايدينا، تمام؟ حد فيه اي سؤال؟ الرفنس بيديك احساس ان الجسم ما هوش ناعم. ما هو طب اغير لك الرفنس دلوقتي. الرفنس 100، بص لو الرفنس زيرو شوف هيبقى المنظر عامل ازاي. ادالك احساس انه املس اكتر. دي هيام اللي بتسأل، فاهماني يا هيام؟ هنا تحس ان هو انعم، انما لو زودنا الرفنس خليناها 100 بتديك احساس ان هو خشن شويه. تمام؟ يعني حاسه ان انا لو لمسته عارفين انا حاسه دلوقتي ان هو ملمسه ايه؟ ان هو ملمسه زي القطيفه. القطيفه ما تقدرش تقول انها خشنه، بس ما تقدرش تقول انها زي الستان. صح؟ القطيفه او الشموازات كده، الحاجات اللي هي اللي ايه اللي تحس ان فيها وبره قصيره، الحاجات اللي هي زي الحاجات اللي من جلد الجمل او وبر الجمل، الحاجات دي اللي هي اللي ليها وبره رفيعه قصيره جدا جدا، غير الحاجات اللي هي ملهاش وبره خالص، ملساء تماما. اوكي؟ بقول لكم المحاضرة النهارده بصراحة من أكتر المحاضرات اللي أنا بستمتع بيها في الماتيريال ده، ممتعة فعلا يعني. فأتمنى إن يكون يعني يكون ده وصل لكم يعني. أوكي؟ طيب أنا بقى شايلة لكم أحلى حاجة للآخر. يعني في الآخر فعلا اللي أنا شايلاه لكم في الآخر ده فعلا أحلى حاجة. أحلى حاجة ليه بقى؟ هقول لكم حالا. هناخد واحدة جديدة واللي هي الترانسلوسنت. الترانسلوسنت دي بقى قصة تانية خالص بقى. الترانسلوسنت عارفين الشمع اللي هو بيبقى محفور من جوه، و يعني الشمعة بتبقى عاملة زي الكوباية، جسم الشمعة نفسه بيبقى عامل زي كوباية شوية، والفليم بتاعها او اسمه ايه يعني ايه اللي هو اللي طالع منه اللهب، يعني الجزء اللي طالع منه اللهب بيبقى جوه الشمعه مش باين من براها، مش زي الشمع اللي بننوره لما النور يتقطع. لا، الشمعه دي بتبقى بتتحط عاده في الصالون وكده، بتبقى حاجه فنيه يعني تحفه يعني، بتبقى محفوره واللهب بتاعها بيبقى جوه. لو انت بصيت لها من بره هتحس ان شكلها ايه؟ هتحس ان شكل الشمعه منور، ال 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 الشمع نفسه خامه الشمع بتحس انه منور. كلمه مين يعرف يعني ايه ترانسلوسنت او ترانسلوسنت يعني ايه؟ حد يعرف الكلمه دي؟ لا مش شفاف بقى، الشفاف اللي هو ترانسبيرنت. الترانسلوسنت في شيء من الشفافيه، هو ما يعتبرش شفاف، هو يعتبر منفذ للضوء. يعني انت لو بصيت من خلاله ما تقدرش تميز ايه اللي وراه، بس لو مررت من خلاله ضوء هتشوف الضوء ده. ده الفرق. الترانسبيرنت انت بتشوف الحاجه اللي وراها، انما الترانسلوسنت انت بتشوف الاضاءه من خلالها.
تمام، الفرق واضح؟ طيب كويس جدا. طيب نشوف بقى ايه الترانسلوسنت ده بقى وجماله، يعني فعلا رائع بصراحة يعني. طيب طبعا الجزء الايه الاولاني اللي هو الامبيانت والديفيوز والسبيكلر التقليديين اللي احنا عارفينهم. طب ندخل بقى في ايه، احنا الاول عايزين نعمل له ابلاي اهو ده، ولسه ما استخدمناش اي خالص بارامترز. نبدا نزود اول حاجه السبيكولر ليفل عشان نبدا نشوف كده ايه القصه دي بالظبط، نبدا نفهمها. تمام، يعني قال الجلاسنس شويه اوكي اهو تمام. بعدين نبدا نشوف بقى ايه حاجه اسمها ترانسلوسنت كلر، ونبدا نديله لون، هديله لون اصفر مثلا. بصوا كده، بصوا المنظر اللي حصل، شايفين حاجه مش شبه اي حاجه عدينا عليها، بتديني احساس ان في ضوء معدي من ورا الحاجات دي. وبعدين في كمان ايه، ده في كمان ليها اوباسيتي مخصوص الترانسلوسنسي. احنا هنا مش بندي اوباسيتي للاوبجكت نفسه، احنا بندي اوباسيتي للترانسلوسنسي اللي فيها، فنديله مثلا ايه سي 80% مثلا. نبدا نشوف كده، مش بيشف على اللي وراه، بيشف على اللون، بيبدا اللون يتوغل فيه اكتر. يعني احنا تاني لو عملته 100% شايفين، تحس ان اللون مش معدي فيه قوي او مش متشرب فيه قوي. لو انا كل ما هقلل الترانسبيرنسي هدي مثلا ايه 50%، شايفين تحس ان اللون الاصفر يعني غطسان في الماتيريال بتاعته اكتر واكتر. تمام، هزود شويه السبيكولر ليفل والجلاسينس. تمام، شايفين المنظر عامل ازاي. خليني ادي مثلا ده لون على اورنج شويه عشان يديني احساس ان هو حاجه ايه زي الشمعه كده. اوكي، شايفين عامل ازاي؟ يعني انا لو حط لو هي فعلا دي شمعه وفي من جوه فليم، المنظر مش هيكون فارق عن كده كتير. يعني بصوا حتى هنا المنظر هنا في دي تحفه بجد، يعني تاثير خرافي. يعني انا لو هعمل شمعه، لو هعمل في اباجورات بتبقى الشابو بتاعتها رخام، بتتباع في خان الخليلي وفي الحاجات دي، بتبقى شكلها عامله كده لما بتبقى منوره. الرخام ما هوش شفاف، بس منفذ للضوء، منفذ للضوء. الازاز الملون السميك او الكريستال الملون ما بيبقاش، يعني ممكن ما تميزش ايه اللي وراه قوي، بس بينفذ للضوء. تمام، الكريستال اللي هو مش بيلمع، الكريستال المغشش. تمام، بيبقى شكله كده. اوكي، فده بالنسبه للايه لل الترانسلوسنت. دلوقتي بقى ايه الفاينل شو او الفيناله بلغه اهل المسرح، يعني هوريكم بقى كله ورا بعضه واحده واحده كده عشان نشوف الفرق، او الضوء بيعبره بالظبط كده. قبل ما نشوف كله ورا بعضه، في سؤال لغايه دلوقتي؟ ده مش هنفتكره غير لما نشتغل بايدينا، دي ملهاش حل، لازم نعمل اوبجكت ونعمل نابلاي ونحطهم ونشوف الفروق ما بينهم كلهم. اي سؤال؟ شكرا، جزاك الله خيرا. لا مفيش أسئلة. طيب نبدأ بقى نشوف الفاينل شو. طيب أول حاجة احنا هنجرب البلان،
ادي البلن، تمام. بعد كده الميتل، ادي الميتل. بعد كده الفانج، تمام. بعد كده خلونا نجيبها هنا كده. بعد كده الستراس، بعد كده الانستروبيك، تمام. بعد كده الاو ان بي او الاورن نيرا بلين، اوكي. بعد كده ننزل نجرب ال مالتي لاير، ما غيرتش اسمه ليه هنا، ده كلام. ثانية واحدة، مالتي لاير، هنجرب المالتي لاير اهو. اوكي، وبعد كده اخر حاجة هنجربها اللي انا برضو ما غيرتش اسمها، اللي هي الانستروبيك، لا سوري، الترانسلوسنت، الترانسلوسنت تمام. ونجرب الترانسلوسنت، اوكي. يلو بس قليلة قوي كده، ثواني كده انا ازودها حبة. تمام كده خلاص، يبقى احنا كده غطينا كل انواع الشيدر اللي هي الثمان انواع المختلفة. لا غيرنا لون من الديفيوز، لا حطينا ماب، لا عملنا اي حاجة. كل ده بس ما هو له علاقة بالاضاءة وتأثيرها على الاجسام بس كده. يعني هي كل اللي بنتكلم فيه ده قصة تأثير الإضاءة على الأجسام. في حاجات تانية كتيرة قوي لسه هتبقى في الماتيريال غير موضوع الإضاءة، بس كده احنا نبقى غطينا تماما موضوع الإضاءة. أي سؤال؟ أنا هوقف الشير بقى. ينفع دمج أكتر من شيدر، هي شيدر مش شادو، على بعض والتعامل كشيدر واحد؟ لا لا، ما يعني ما فيش اساسا اوبشن ان انت تعمل واحد جديد، بس في امكانيه ان انت بتغير. ما هو يعني انت يعني محتاج تدمج اكتر من واحد في ايه يعني، الا بقى اذا الا اذا انت استخدمت اصلا مالتي لاير ماتيريال وكل واحده منهم استخدمت لها شيدر مختلف، انما ال 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 الواحده منهم بتبقى بشيدر واحد بس، تمام كده. هو اسمه شيدر مش شادو على فكره. هوقف السكرين بقى شير علشان لو حد عايز يغير اسمه عشان الغياب. في اي حاجه مش واضحه؟ عملنا ريسيت للماب، ازاي اعمل ريسيت لكل الماتيريال للديفولت؟ لا مش فاهمه يعني، خلينا الماب تاني على فضيناها ولا ايه؟ لا مش فاهمه السؤال، مش فاهمه السؤال.
الماتيريال نفسها، لما سحبنا الماتيريال الفاضية على الماتيريال اللي فيها نرجعها للأساس. لا انت تستخدم واحدة تانية فاضية خالص، تستخدم واحدة تانية فاضية، يعني تستخدم سامبل سلوت فاضية وتاخدها، ممكن يا اما تاخد منها تسحبها كوبي على الماتيريال، هتطلع هترجع فاضية زي ما قلنا. ما احنا قلنا الكلام ده من يمكن اول مرة، لما بحب افضي وارجع الدنيا فاضية خالص باخد يا اما بشتغل على واحدة فاضية يا اما بسحب واحدة فاضية اعمل لها كوبي، فتروح يعني منزلة لي كل الحاجات للديفولت سيتنجز يعني. تمام؟ اي سؤال تاني؟ هتاخد نفس اسم الماتيريال الجديدة، ما غير بقى براحتي مفيش مشاكل، ما هو تغيير اسم الماتيريال ده مش قضية. اي سؤال تاني؟ طيب يعني انا هكتفي بهذا القدر النهاردة. مريم بتسأل ومحمد جزا انا واياكم، هكتفي بهذا القدر النهاردة عشان دول بجد محتاجين يتجربوا ضروري. هم مش قليلين بس هم حلوين جدا وممتعين جدا، وهتلاقوا تأثيرات مختلفة خالص خالص. وسلام بقى لما تدخل بقى تبدأ تدخل ماب في الديفيوز وندخل بقى ونعمل الشغل بتاع البامبنج والحاجات اللي احنا هنقولها بعد كده، هتلاقوا الموضوع يعني ملوش حد وملوش اخر يعني. احنا بس لسه جاست scratching the surface زي ما بيقولوا يعني، لسه الوقت بنخربش كده في الاول يعني. خلاص طيب اسيبكم بقى. اتفضل محمد دياب، اتفضل. الدورة بدأت لا مش اليوم خالص، النهاردة المحاضرة ال 34 جست 64 دي المحاضرة ال 34، بس احنا خلصنا المابينج سوري الموديلنج وشغالين في الماتيريال دلوقتي. تمام؟ بس كل المحاضرات موجوده، هتلاقيها في التشانل بتاعت ال 3 دي ماكس على ملتقى الدارين على اليوتيوب وعلى المنتدى. ممكن الدعم يحط لك اللينك. تمام كده، شكرا يا رضوى. طيب كان في حد محمد دياب كان في سؤال. هنتعلم ايه تاني عشان نخش في مجال معين؟ ايه تاني في ايه؟ احنا هنتعلم ال 3 دي ماكس كله يعني، مش فاهمة سؤالك بصراحة. انت قصدك احنا لسه قدامنا ال lighting ولسه قدامنا ال animation ولسه قدامنا ال render، لسه في حاجات كتير. الفوتوشوب، لا في فوتوشوب، في دورة فوتوشوب ممتازة جدا شغالة مع باشمهندسة فاطمة، ما شاء الله عليها، ممتازة ممتازة يعني. يعني انا حضرت لها مرة او مرتين بصراحة، ما شاء الله تبارك الله هايلة يعني. ممكن تعرف ميعادها من الملتقى الدارين. وفي حاجة اسمها فوتوشوب معماري برضو شغال، مين اللي بيديه؟ هل هناك دور اوتوكاد؟ لا ما حدش شغال اوتوكاد اليومين دول. الجمعة والتلات ده باشمهندسة فاطمة. استاد برو، ايه استاد برو ده؟ ايه استاد برو؟ الانعكاسات اللي شفناها من الاضاءة الديفولت للبرنامج. لا الموضوع، خدوا بالكم يا جماعة، الله يخليكم. لا انا معرفش البرنامج ايه استاد برو ده، حد يسمع عنه استاد برو ده؟
الانعكاسات. بصوا يا جماعة، في قصة تانية خالص في الإضاءة اللي بجد بقى. احنا كل ده تأثير الإضاءة على الماتيريال، إنما الإضاءة نفسها والإفكتات بتاعة الإضاءة والانعكاس ده قصة كبيرة خالص في الإضاءة لسه ما دخلناش فيها. تمام؟ برنامج ملوش علاقة بال 3D، برنامج هندسة مدنية. لا أنا مفيش أي علاقة بالهندسة المدنية خالص يعني، معلش. نفس التأثير. أنا حاسة إن أنا تهت منك يا باشمهندس حجازي، تهت منك خالص. لا بصوا يا جماعة، يعني حسب ما أنا فهمت، يعني تأثير الإضاءة اللي هي الإضاءة اللي بتدخل في السين بتأثر على السين كله. إنما أنت لو عايز حاجة معينة على أوبجكت معين، يعني مثلا أنت دلوقتي في إضاءة من السقف، إضاءة عادية من السقف نازلة على كل الأوبجكتس الموجود، بس أنت عندك شمعة زي ما بقول لك كده مطلعة الضوء ده في جنب، أو أباجورة أو مش عارف إيه، دي محتاجة تعامل خاص مع الإضاءة بتاعتها. يعني في إضاءة تنفع تتأبلاي كلها على السين، يعني مثلا ضوء النهار داخل منور البيت كله، بس في حاجه معينه، اوبجكت معين محتاج معالجه معينه في الماتيريال بتاعته عشان تتاثر بضوء معين، او حتى تتاثر بالضوء الديفولت اللي داخل. فدي يعني الموضوع كله، لما ان شاء الله ناخد الاضاءه هنعرف نعمل مزج ما بين كل الكلام اللي احنا خدناه ده، عشان في الاخر what we are يعني going for، اللي هو ايه؟ ان احنا عايزين السين بتاعنا يبقى شكله طبيعي. هو ده شكله لما تشوفه، يعني اللي شايفه يبذل شوية مجهود عشان يكتشف ان هو 3D، مش فوتوغرافي يعني. تمام؟ تمام اوكي. اتمنى ان ايه الامور تكون وصلت، وان شاء الله محاكاة للواقع بالظبط كده. ان شاء الله نتقابل يوم الاربع مشيت الله في نفس الميعاد ونكمل، بس يا ريت الناس تطبق، ولو ممكن تحط لي صور كده صغيره، يعني اخدين صور لكل شيدر ويحطهم وكل واحده تحتيها اسمها، علشان ابقى فاهمه ان انتوا استوعبتوا الموضوع. فدوت الابلكيشن اللي احنا المفروض تتحط، مش هياخد منكم وقت لان هو هيبقى نفس الاوبجكت بنفس السين، لا هنغير ولا هنحرك ولا اي حاجه، هتظبط السين وهتظبط السيف فريم بتاعك، وتبدا تاخد 8 لقطات او يعني 8 شيدرز مختلفين لنفس الاوبجكت وتحطهم في المنتدى. تمام كده؟ يبقى ده الهوم ورك. اوكي طيب، اسيبكم بقى على خير واستودعكم الله. هو مريم شوقي ما جاتش النهارده، مش شايفاها. شكلها ما جاتش فعلا. مريم، بس لا مريم شوقي ما جاتش فعلا، غريبه يعني، نادر انها تغيب. ان شاء الله نطمن عليها باذن الله. اوكي اسيبكم على خير بقى عشان تلحقوا تاخدوا الغياب، وان شاء الله نتقابل يوم الاربعاء الساعه 1. اوكي السلام عليكم ورحمه الله.